بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمدارسنا دار الثقافة الأهلية، أرحب بكم من جديد مع مادة الرياضيات مع دروس الفصل الدراسي الأول ومع الدرس الثامن بعنوان التقريب إلى أقرب ألف. جميل جدا، هنبدأ مع بعض الدرس أهوت. أدي الدرس مع بعض، العنوان بتاعه الدرس الثامن أهوت، الفصل الأول الدرس الثامن بعنوان التقريب إلى أقرب ألف. جميل، هنا فكرة الدرس. إيه فكرة الدرس بقى؟ أقرب الأعداد إلى أقرب ألف. ايوه، انتبهوا معايا، احنا خدنا درسنا في الحصص السابقه او في الدرس السابق اللي هو الدرس السابع التقريب الى اقرب 10 والى اقرب 100. قلنا اقرب 10 اللي هي منزله العشرات، واقرب 100 اللي هي منزله المئات، طب اقرب 1000 اللي هي منزله الالوف. جميل جدا، جميل جدا، ممتاز. طيب ايه هي هنا؟ استعد. سجل راشد عدد زوار المتحف الوطني خلال 5 أسابيع. في متحف وطني يزور زوار خلال 5 أسابيع، كما هو في موضع في الجدول المجاور. فين الجدول؟ أهو، هذا الجدول أهو. يبقى زوار المتحف الوطني الأسبوع، عدد الزوار أدي هنا الأسبوع 1 عن الأسبوع الأول، الأسبوع 2، الأسبوع الثالث، الأسبوع الرابع، الأسبوع الخامس. وهنا عدد الزوار في الأسبوع الأول كان 1258، الأسبوع الثاني 2341، الأسبوع الثالث 4684، الأسبوع الرابع 2500، طيب الأسبوع الخامس 3499. طيب هنا هم بيقول ايه بقى المطلوب بقى؟ ادي هنا المعلومات. ايه هو المطلوب؟ ما العدد التقريبي للزوار الذين زاروا المتحف في الاسبوع الثالث؟ ما العدد التقريبي للزوار؟ فين الزوار؟ فين الاسبوع الثالث؟ اهو. عدد الزوار بتوعه كام؟ 4684. عاوزين العدد التقريبي، يعني ايه التقريبي؟ يعني هنقربه. طب هنقربه ليه بقى؟ لاكبر منزله. هنا منزله، اكبر منزله هي منزله الايش؟ احاد، عشرات، مئات، الوف. طبعا منزله الاحاد ما بنقرب ليها، ما ينفع نقرب لمنزله الاحاد، بنقرب على طول اول منزله نقرب لها العشرات، بعدها المئات، بعدها الايه بقى؟ الالوف. اليوم احنا خدنا في الدرس السابق العشرات و10 والمئات، هنا هنقرب ليه بقى؟ للالوف. جميل، هنعمل ايه؟ يمكن تقريب الاعداد الى اقرب 1000. ازاي؟ اهو ازاي؟ هستعمل خط الاعداد، استعمال خط الاعداد. ادي هنا هو متاحف. ما العدد التقريبي لزوار المتحف في الاسبوع الثالث؟ لو انت بصيت هنا اقرب الى اقرب الى اقرب 1000، اقرب الى اقرب ايه؟ 1000. طيب اقرب 1000 الى العدد 4684، اقرب 1000 اقل، اقرب 1000 ايه؟ اقل من 4684 ل 4000. طيب يبقى 4000 دي اقل، طب اكبر شيء هو كام؟ اكبر واقرب او اقرب 1000 اكبر من 4684 هو 5000. طيب نيجي على خط الاعداد، ادي اهو خط الاعداد اهو، ادي 4000 وادي 5000. طيب هنا وادي هنا في النص 4500، طب هنا 4684 اهو مكان اهو. اذا هنا 4684 اقرب لمين؟ اقرب الى 4000 ولا 5000؟ ممتاز، 5000. وفي طريقه ثانيه، انا زي ما قلت لك قبل كده في الدرس السابق، هنا ادي هنا الالوف، نشوف العدد اللي قبلها، العدد اللي قبلها كام؟ 6. الستة كريمه من الاعداد الكريمه، ايوه ممتاز، تقتل ايه الاربعه واحد تصير كام؟ 5، ونحط مكان الستة صفر ومكان الثمانيه صفر ومكان الاربعه صفر يصير كام؟ ايوه كده ممتاز، 5000. تلاحظ ان العدد 4684 اقرب الى 5000 منه، الى العدد 4000. اذا اقرب العدد 4684 الى كام؟ 5000. يبقى اذا هنا يبقى اذا العدد التقريبي لزوار المتحف في الاسبوع الثالث 5000. جميل جدا. طيب نكمل.
برضو نفس ايه سؤال على نفس اللي هي على نفس المثال على نفس المثال. اول سؤال يقول لك ما العدد التقريبي للزوار في الاسبوع الثاني؟ احنا جبنا في الاسبوع الثاني، الاسبوع الثاني كام؟ 2341. اقرب برضو الى اقرب 1000، تبقى اقرب 1000 الى 2341 هو كام؟ 2000. ممتاز. طب واقرب اقرب 1000 اكبر من 2341 هو مين؟ 3000. طب احنا بنخط الاعداد، ادي ال 2000 وادي 3000. طب 2341 هنا قريبه من مين؟ قريبه من 2000. جميل، يبقى هنا التقريب بتاعها 2000. وفي الطريقه ان احنا نبص هنا ايش اللي قبل الاثنين، هنا الحروف اثنين، ايش اللي قبلها؟ ثلاث. الثلاثه من الاعداد البخيله ما تعطي، يبقى تنها اثنين زي ما هي، يبقى 2000. جميل، يبقى هو نفسه، بما ان العدد 2341 اقرب الى العدد 2000 منه الى العدد 3000، اذا اقرب العدد 2341 الى 2000. ممتاز ممتاز، يبقى التقريب بتاعه كام؟ 2000 ابطال. ممتاز. اذا العدد التقريبي للزوار في الاسبوع الثامن هو 2000. جميل جدا. طيب برضو ناخده كمان مثال تقريب الاعداد. تقريب الايه؟ الاعداد. اول حاجه زي ما قلت لك الخطه الاولى، عاوز اقرب اي عدد لاي منزله، اضع خطا تحت الرقم الذي في المنزله التي سيتم التقريب اليه. طيب وبعدين؟ ها، انظر الى الرقم عن يمين المنزله التي سيتم التقريب اليها. زي ما قلت لك، ها شوف الرقم اللي قبله من الارقام البخيله او من الارقام الكريمه. طيب بعدين، اذا كان الرقم 4 او اقل فلا اغير الرقم الذي تحت الخط. زي ما قلت لك يتم الرقم اللي تحت الخط زي ما هو لين ما يزيد، اما اذا كان الرقم 5 واكبر فان اضيف 1 الى الرقم الذي تحت الخط. زي ما قلت لك، زي ما قلت لك ان في اعداد كريمه اللي هي اعداد بخيله اللي هي الصفر والواحد والاثنين والثلاثه والاربعه، يعني اقل من 4 فاقل بخيل، طب 5 فاكبر كريم جدا. ايوه، بعد كده ايه؟ عوض استبدل، بعد كده بقى استبدل صفرا مكان كل رقم عن يمين الرقم الذي تحته خط. يعني ايه؟ الرقم المنزله اللي هنقرب اليها كل جميع الارقام اللي قبلها نحط مكانها صفر. هتقول لي يا استاذ احنا مش فاهمين، هات لنا مثال. نجيب لك مثال، هذا اهو مثال من واقع الحياه. مثال، ايوه، حديقه الحيوان. في الاسبوع الماضي زار حديقه الحيوانات، حديقه الحيوانات في الأسبوع الماضي زار حديقة الحيوانات كام؟ 5499 زائرا. طيب ما عدد زوار الحديقة مقربا إلى أقرب 1000؟ هنستخدم بقى الخطوات الأربع اللي أنا شرحناها. هذا هو، ها، أقرب العدد 5499 لأقرب 1000. خلاص كده كويس؟ هذا أول خطوة. الخطوة الأولى هنعمل إيه؟ أضع خطا تحت الرقم في المنزلة التي سيقرب اليها، وهو في هذه الحاله الرقم 5. اهو حطينا تحت الرقم 5 الالوف، اهو خط، اهو حطينا تحته خط اهو، صح؟ هو في منزله الالوف. طيب رقم 2، انظر الى الرقم 4 على يمين الرقم الذي تحته خط. اهو الرقم 4 اهو اللوب الاحمر اهو على يمين هذا الخط. الرقم دي من الاعداد البخيله ولا الكريمه؟ ممتاز، من الاعداد البخيله. ما يعطي ما يعطي ما يعطي، يبقى حتنها الخمسه ايه؟ 4 فاقل، يبقى تني العدد 5 زي ما هو. ممتاز، جميل. اهو نكمل اهو. الخطوه الثالثه، هذا الرقم اقل من 5 اللي هو الاربعه، لذا فانني لا اغير الرقم الذي تحت الخط، يبقى الرقم تحت الخط هتني زي ما هو اهو، يبقى هنا مش هنغيره. طيب الخطوة الرابعة، استبدل صفرا مكان كل رقم على مكان كل رقم على يمين الرقم الذي تحته خط. ايوه، يبقى هنا مكان الأربعة هنحط مكانها صفر أهو، والتسعة هنحط مكانها صفر أهو، والتسعة دخل هنحط مكانها صفر، صار كام؟ 5000. فيكون تقريب العدد 5499 إلى أقرب 1000 هو كام؟ 5000. طب لو استخدمنا خط الأعداد، أدي هنا 5000 أهي، وأدي هنا أكبر أي بعدها 6000، طب هنا 5499، أيوه ما وصل للنص، خلاص؟ يبقى هنا، يبقى هنا حسب الخط، حسب الخطوات اللي اتبعناها، وحسب خط الأعداد، يبقى هنا عدد، أيوه جميل ممتاز أهوت، يبقى أيوه أي أن، يبقى هنا أي أن عدد زوار الحديقة الحيوانات مقربًا إلى أقرب 1000 هو
5000 زائر. ممتاز. نيجي بعد كده نخش بقى على اتاكد بقى ها الامثله. ها اقرب كل من الاعداد الاتيه لاقرب 1000. يلا هنا فين الالوف؟ الرقم ايوه العدد الاول هنا 3922. ها فين الالاف؟ الثلاثه. جميل. ها العدد اللي قبلها كان 9. ها كريم ولا بخير؟ ممتاز ولا ممتاز. الله الله كريم. يعطي 3 1 تصير كام؟ 3 4. يبقى يكون حط مكان 9 0 ومكان 6 0 شركه. الله الله ممتاز ممتاز. يبقى صار التقريب بتاعه 4000. الله احسنتم احسنتم. ايوه احسنتم. الاف. نيجي المساله اللي بعدها. ها وقرب كل الاعداد الى اقرب 1000. ها 1499. فين الالوف هنا؟ الرقم 1. ايش الرقم اللي قبله؟ 4. بخيل يا استاذ. ايوه ممتاز ممتاز. بخيل يعطي ما يعطي بعتين الواحد زي ما هو. جميل. يبقى هنا ومكان الاربعة هنحط صفر ومكان التسعة هنحط صفر ومكان التسعة الثانية هنحط صفر. يبقى اذا ايه بقى؟ ايوه يبقى تقريبا بتاع ممتاز. الله بطل الابطال والله. ايوه صح صح. 1000 ممتاز. 1000 1000 جميل. ها نجي للعدد اللي بعده برضه قرب الاقرب 1000. كام؟ 2500. ياه ها ها فين هنا؟ ادي الالف اهي. رقم قبلها 5. ايوه 5 كريم ولا بخيله؟ كريمه يا استاذ تعطي. يبقى هتعطي الاثنين 1 يصير كام؟ الاثنين 3. جميل. ونحط مكان الخمسه صفر مكان. ايوه ايوه جميل. يبقى التقريب بتاعه كام؟ الله 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 جميل جميل. ايوه ايوه كده ممتاز. 3000 ممتاز. ايوه 3000 جميل. نجي بعدها. ها كم العدد برضه قرب الاقرب 1000؟ 7999. هنا فين الالاف؟ 7. ها قبلها 0. 0 بخيل يا استاذ بخيل. ما يعطي 0 ما يعطي. يبقى هتلاقي 7 زي ايه؟ يبقى التقريب بتاعها كام؟ ايوه ممتاز. ايوه ممتاز جميل. كام؟ ايوه الله الله 7000 صح؟ 7000 جميل. ايه نيجي بعدها هنا. في مزرعة والد أحمد كام؟ 1250 نخلة. أقرب عدد النخيل لأقرب 1000. أهو هنا فين الألاف؟ ها ها الواحد قبله كام؟ 2. جميل. ها الاثنين بخيلة يا أستاذ بخيلة. الاثنين بخيلة ما تعطي. يبقى الواحد هتنزل زي ما هو. الواحد هتنزل زي ما هو. طب وقتها هنعمل إيه؟ هنحط مكان الاثنين صفر والخمسة صفر. يبقى صار كام؟ والصفر يبقى صار. الله الله جميل ممتاز. أيوه كده. أيوه 1000 أحسنت. أيوه جميل. أيوه 1000 أحسنت. جميل. ها نيجي هنا اتحدث. ايوه اتحدث ايه بقى؟ بيقول لك هنا كيف استعمل قواعد التقريب لتقريب ايه 5299 الى اقرب 1000. جميل. هستعملها ازاي؟ ايوه اللي هي الخطوات. اللي هي بقى الخطوات. هذا اهو هذه الخطوات اهو. هنستعمل خطوات. ايوه ايوه الخطوه الاولى. الخطوه الاولى اضع خطا تحت الرقم في المنزلة التي سيتم التقريب إليها. هذا أقرب على عدد الخمس. أحد عشرات مئات ألوف. حطينا خط تحت الخمسة أهو. طيب بعد كده نعمل إيه؟ الخطوة الثانية أنظر إلى الرقم على يمين المنزلة التي سيتم التقريب إليها. هو الرقم كام؟ 2 أهو الأحمر أهو. ها الاثنين كريم ولا بخيل؟ الاثنين أيوه بخيل يا أستاذ. يبقى ما يعطي. يبقى الخمسة حطيناها زي ما هي. جميل. ها الخطوة الثانية إذا كان الرقم أربعة أو أقل. إذا كان الرقم أربعة أو أقل فلا أغير الرقم الذي تحته خط. طب هنا الرقم أقل من أربعة. أما إذا كان الرقم خمسة أو أكبر فإنني أضيف واحد إلى الرقم الذي تحته خط. تبقى هنا 5299. هنا الاثنين أقل من أربعة يبقى ما نزود. يبقى ما نزود لنا خمسة. يبقى إذا هنا إيه بقى؟ التقريب بقى التقريب بتاعها إيه بقى؟ الله الله. هنحط مكان الاثنين صفر ومكان التسعة صفر ومكان التسعة دي صفر يصير كام؟ أيوه ممتاز أحسنتم 5000. يبقى هنا أخدنا الأخير أهي. أيوه فالخطة رقم أربعة أستبدل صفر مكان كل رقم عن يمين الرقم الذي تحته خط فيصير 5000. هذا ونكون قد هذا ونكون قد انتهينا من الجزء الأول من شرح الدرس التقريب إلى أقرب 1000، حيث شرح الأمثلة وشرح الدرس ثم حل مسائل أتأكد. فانتظرونا إن شاء الله مع حل مسائل أتدرب بقية المسائل. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.